والله ما عرفت شنو شعري كي ندير، واش ندير له هكا ولا ندير له هكا. بدا كيطوال واحد شويه، هو يخمجني في راسي، ما بقيت عارفه ما ندير بيه. ماما خلي هيدا، خلي هيدا ساره دابا ما جا الصايف هيدا نزيد نقطع شويه. لا هاي سلام صحابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى كاملين يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، باش ما تمنيتو يا ربي بالصحه والسلامه وكاع داكشي المزيون اللي كاين في الحياه. اللي بغيت نقول لكم خصني نعاود ندير شويه ديال البابي لي زني باش يدير هكا يتبوكلا. المهم اليوم النهار ديال العيد. البارح صورت لكم بزاف ديال اللقطات ديال الحاجات اللي في العريش، حيت انا دابا في العريش جيت باش ندوز شويه من العيد، وغنمشي ان شاء الله النهار اللي غنحط لكم فيه الفيديو هذاك هو النهار اللي غنكون مشيت فيه لكازا، حيت هنا ما عنديش الانترنت مزيانه ما نقدرش نحط لكم لا فيديو مزيان. المهم صورت لكم بزاف ديال اللقطات هكا ديال هذوك التحضيرات ديال العيد، نخليكم معاهم ومن بعد نرجعوا النهار ديال العيد. المهم ماما دابا ماما جالسه كتوجد الفنه القفطان ديالها، نوريكم اللقطات الصغيره. ها هو القفطان ديال الفنه، بقى الوالو سالي. شحال باقي لك ديال الوقت؟ دابا ندير له العقاد. العقاد خليته هو الاخر حيت باش نديرو له مزيان ماشي بالزربه. ماشي مشكل. هي راه لبسات جلابه، عندها جوج جلالب، جوج جلالب، وحده زرقاء وحده حمراء، وعندها هاد التكيشيطه قفيطين قفيطين. هاي 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 اللبسه ديال العيد. اجي جي هنا، اجي هنا، وقف لي هنايا نشوفو نوريو الناس اللبسه ديال العيد. ما توقفش بحال عاد دير تصويرة هاد لاكارت ناسيونال، وقف عادي ماشي هداك. شوف هاي هاي اللبسه ديال العيد، دير عرض الازياء. ما لبستيليش الكلون، قلتي لا تلبس لي الكلون. انت هذيك الكسوه قلت لك وليد ملي تجي تهضر بقى تفكر ياك، وبشويه هضر قول الكلمه كلها، فهمتيني؟ باش حتى الناس يفهموك، ما تزربش يا ما حتى شي واحد ما زربان عليك، بشويه يا علي. علاش اللبسه ديالي مقطعه؟ هاي داك يلاه رشق على يماها، رشق عليها. قدمت ديال الخياط. واه يا ماما تعدلها لك. واه منين قطعه؟ قطعه من هنا، من هنا ومن هنا. هاكا قولي لك خيطتو، عرفتي؟ اللبسه ديال الكلون تقطعت له. هذا الكلون؟ ماما 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 مي تالا الجلابه تخيطها لي. هاد ديال لا. المهم دابا نخليكم واحد شويه ديال اللقطات ديال البارح، درت شويه الماكياج، فهمتوا ديك اللعبات ديال التصاور واللعبات. نتوما شحال هادي ما شفتوني بماكياج كيسحبكم انا وليت حالتي حالا. لا بنت مرا زوين راه هو مره مره والله العلي العظيم حتى بارفو كيعجبني نخلي راسي مبهدله. انا كيعجبني كنبغي نرتاح، كنبغي نشوف ملي نشوف راسي مقاده نفرح. دابا بحال ما كنشوف راسي مقاده كنفرح. يلا يلا سير تشوفوا الغياط، شوفوا التحضيرات ديال الحلوى والحنينه ديال الفنه باش نوريكم الحنه الفنه كي جات. نتوما باقيين عندكم في حاله التقاليد؟ هذا كيدوز كياخذ الفتره مسكين. الشريف اجي اجي الشريف اجي، انا نهبط عنده. هيا ماما كتعدل الحلوى ديال الزبده، انا كنحماق على هاد الحلوى، هي اللي كتعجبني الصراحه، ما عنديش مع داكشي ديال هادكشي اللاوز وهذا، كتعجبني هادي حلوى ديال الزيت الزبده الزبده هي سمع الزبده. هاي قولك هذوك الربعه
كنت كناكلها خضراء عطيني ناكلو مخوطي والله حتى ملي كنت صغيره كنت كناكلها خضراء دابا ما ناكلو شي خضراء زعما كنقول لك ملي كنت صغيره عاد طيبه في الدار ولا في الفران الفران والفران حال كبرت الصباح الليله دلعين صافي ميشيل هشام وين هشام وين هشام حاصل اجي اجي شو الطحين عندك تما واحد صاره كنكيارك اجي هشام 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 هلا مالكم أمي حسن قلت لهم جلسوا هنا باش ديروا التحضيرات ديال العيد وما يجلسوا تصفوا لي تما شنو تحسنوا شعركم شنو هي لا كوب اللي ديروا شرطه شرطه انت انا عندك تشويكه حتى تشويكه انت وانت ما عزيزه شي لك تشويكه انا تشبيكم الشرطات دابا حيت المدرسه حشومه هذيك التحسينات ديال التشرميل الشرطه تجيك من حسن بالراسه شنو بالك نبغى المتابعين ديالي وكله في الانستغرام في الانستغرام يقولوا لك واش دير الشرطه ولا لا هادي شنو سميتها مالكم كلكم جخنطين بالشوكولات كنا كنا ولا قالوا لك دير الشرطه وانا نحط الفيديو تاع المور العيد كيفاش هي واش راه ديرها لا لا ما ديرش الشرطه دير ديروا تحسينه عاديه صافي بجوج بينا بجوج بيكم عاديه هادي ومزيونه حيدوا الشعر وداك الشيء ولكن خليوا راسكم مؤدبين صافي اتفقنا صافي وليد فهد حيدي يدك من فمك فوالا وسيروا بعدا غسلوا وجهكم من هذاك الشوكولاته انت وليد وجهك نقي انت فهد غسل وجهك انت اين عيد عزيز عليك لا العيد صغار وعندك بجوج بيهم مزيونين يلا سير غسل وجهك وباش تمشي تحسن ديال اش هادي هادي ديال الكاوكاو وعندها الثقبه كنقولوا لها البلاده الكاوكاو عندها الثقبه لا الثقبه كنقولوا لها البلاده تطيب وريها راه ديك المره وريتها لهم وكتحب كيحماق كي هادي كتعجبني مزيان ما انت كنت شفتي البلوز وهادي راه عندنا ماما في راسك الناس بقاو شي كيطيبوا يعدلوا الحلوه في القصعه وانا كيعجبني القصعه عندي ديك اللي بوي واش كيقولوا لهم بلعه وال كتعجبني القصعه كنطلق فيها راسي ماما ويدي عندي خلاط عندي كلشي وانا شفت عندك كلشي لا انت انا بالنسبه لي الحلوه بحال هكا وحق الله ما هذيك الشيء الاخر ما عرفتش عيقولوا لي الناس ويلي ما عندها شي ساعه خلاص لا لا والله تكيني فين هو صافي عندي معلق الفوق عندي دلع بحاجه كلشي كلشي عندي ولكن يدي تجيني الراحه الراحه السياحه الراحه النفسيه يلا سير المهم تعالى نقول لكم ايتاب باغ ايتاب شنو عملتي فيها حط فيها البيض والزيت شحال البيضه ماما عملت البيضات اها زلافه الزيت زلافه السكر بينيه وحكيت حامضه صافي سته البيضات زلافه الزيت زلافه السكر بينيه هي لافاني وحامضه في كوكا خلط 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 جلط خلط جلط ومن بعد كتزيد الطحين شحال كتزيد ديال الطحين على حسب الخليط ما خصهاش تكون قاسها اوكي ها هي وجدات شتي شحال كتجي مزيونه انا كتحمقني الصراحه هاد لتا هادي شنو سميتها هادي ماما كروستاتا كروستاتا المهم فيها العجينه و وميميلاده ميميلاده شنو هي الكونفيتور عدلت هادي تاهي وهذا الشرن محبوبي محبوب الجماهير حمقني الشرن مقلي مشارمل شويه الحار شويه الحار
وشويه ديال الليمون تيجي واعر. ماما هادو راه تشوطوا. باقي وخليهم تيتشوطوا. دابا جينا نديروا الحنه شويه ديال الحنه في يده. باش اول مره ندير الحنه في يد قلبت في الانترنت لقيت انها صحيه زعما الدراري الصغار ما كتضرهم لا والو، خص غير ما يكونش فيها مواد كيماويه. تبدا تجلطه انت جلطه اي شويه دابا يا ناس ما خصهاش تكون هذيك الكحله، وما خصش يكون فيها بحال مثلا الدوليو هذيك التخربيقات هذوك وصافي. يلا ساره وينو صافي خشي لها ديك الصبح. هاي شوفي شوفي صافي برك طويله يدك طويله هذاك الصبيع صافي. لا وهذاك الصبع الكبير دير له فوق منه واحد شويه كتركنا ويلي ويلي ساره عندك ديال اليد الفم خصنا نشدو اليد قبل ما يلاه بلاتي ودير له فوق الصبيعات ديالها فنا اصبري فاقت فراسكم زيد شويه هي ماما خلاتنا نديرو لها يدات خلينا نديرو لها رجله هيدا زيده شي شويه الاله الدفيرات ديالها صح كل ضروري يعدلوا هاد الرغايف هادو الصباح ديال الليل صراحه حرقت لي هذاك اللوز شويه ماشي بزاف ماما صافي المسؤوليه ما كت مقدت الماطيش دابا جيو تشوفوا الحنه ديال الفنه كي خرجت والله حتى خرجت لها حنه واعره هنا هنا يا لالا دابا راه حيدنا لها كترتاح باش تلبس شو 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 شحال مزيونه شو شحال مزيونه ما يخدوش الطفيرات قلب لها الطفيرات هيا هيا شتي اليد اللي عملت لها انا كي جات مزيونه لا ساره هذه هي اليد اللي عملتي لها انت وطلعتي لها الحدنه تاع زدكادك هيا هذه بصح هيا 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 سال ما بغاتش تخرج لي سالك الماش تسالالك ساليتي ولا تسالالك لا انا سالي عسالي زعما علاش كديرهم بيدك دابا علاش كدير بيدك انا ندير بهم الشوشات ديك الجلاله المغزل كنت كنشوفو انا عند الخياط اللي حدانا شنو كان سميتو ماما دابا ولا مطر شنو سميت برشمان لا شنو سميت الخياط اللي كان حدانا عبد المالك كلشي كيدير مطر ما عنديش بزاف دابا انت كديباني وصافي لا انا ملي كنتفرج وكناكل راسي ها انت يا لفيريتا والله توا ساره شي تحيه تحيه لنضاليه خدمه فلسطين ساكن هذه راه التوام هذه سلمي على المتابعين سلام ما كتشابهوش شعرك يا ساره مسكين خرجتي عليه انت شعرك بعدا شويه فرز بشويه عليك حتى شي واحد ما جاري علينا صافي انا سميتي والد كديتي والد سويح عمري 8 وخلقت في 2018 خلقتي في 2018 وعمرك 8 شي كلمه في حقي انا وحده عندي بزاف هي فنه فارس اختي يسرى اختي نرجس وفات اختي ساره اها وماما خديجه اها وماما نسيم
ماما كنيسة وبابا مجيدة. ماما كنيسة شنو تقول له؟ نقول له الله يرحمه اللي غادي يكبر مش عارف يقبل وحطه وردة والله يطلع الجنة. امين يا ربي. وماما ماما خديجة شنو تقول له؟ ماما انا وانت الا كبرت غادي يشري لنا طوموبيله غادي يعطيها مليون وموراها غادي تمشي غادي تمشي غادي حتى ورده حتى هي ورده. وفي النملاتك شنو غدير لها؟ اخي لا بيت لي اي حاجه غتعد لها بيت دلالي ندير اي حاجه واخا ما كنت واخا ما يكونوش عندي فلوس. هاك تهلا فيها بزاف ولا شويه؟ بزاف تبرع. دابا عرفت اش كندير؟ كندير بروتيين لساره والله العلي العظيم. شرينا بروتيين شريناه بالقريعات كيبيع، ما بغيناش نشريو هذيك القرعه كلها، شرينا 100 مليليتر ودرته لا ابليكيتي ولا فراسه. ودابا انا قلت لك نعدلو، قلت لها ملي نساليو غنقول لهم راه انا اللي عدلت لك البروتيين، وهي تقول لي راه ما يتيقوكش. والله حتى لا جيت لعند لازم والله العظيم درت له لابليكاسيون. لا لي تسلسل شوف واش فاقت. لا لا باقا ويلي درت له لابليكاسيون وخلينا شي ساعه تقريبا، ودابا كندير له سيشوار باش ينشف وداكشي، ومن بعد ندير له لابلاك وغنخليوه حتى الليل مارا عاد تغسلو وغنعاودو نديرو له لابلاك. المهم حنا غاديين طقطق تنساليو، ماشي طقطق وداكشي طقطق تنساليو صافي. المهم انتم معايا التحضيرات ديال العيد. شوفوا الشعر كيفاش خرج الله يخليكم، شتو كيفاش خرج؟ شتو عاتي خدمته ولا من جذوره الى اطرافه كله، شتو جا كيحمق. هانتوما بصحتك صار صحه. غندير شي بروجي غنبقى نعدل الناس الكيراتين والبروتيين وداكشي. يستقلي مالو الله يستقلي. ها انا لبست القفطان ديال العيد دابا جاو يعدلوا له عرفتي. المهم تخربقوا لي المشاعر عرفتي القفطان. ماما جيتي كتحمق، بغيت نوريكم ماما. الله يرحمها كان نوريكم اللبسه ديال فنيسرة. هزه مزيان باش تبان، باش تبان لها اللبسه. طلع هو طويل عليها الصراحه ولكن الجهه مزيان. عدلوا لها ماما. لا ماما جيتي مزيانه. دوره ماما دوره كتاكله فينا. الله 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 يا اختي 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 الجوهره. ماما حيدي فينا راه القفطه ماشي الحلوه. شو حاجه مزيون شوف هاي تبارك الله. شي شربين ها هو القفطان ديال فينا يا اختي تبارك الله. جاك يحمق هذا راه يجيها ماما تدير عامين ويبقى يجيها حيت عنده الحزام طويل الرجيلات وهاليديلات حناني حناني اختي لا انت علاقه ويلي ملونه. شوفوا بصحه فنا بصحه. شوفوا بصحه الزين. دابا غندير واحد الصوره جماعيه. ها هما اللي صغار لبستو. لبستي وليد لبستي فاه عادو لبسو لبستو وليد لبستي فاه لبستي مرتاحين انتوما باين فيكم الشغب، باينين فيكم مشاغبين من الطياره عرفتوا هاد الجوج هادو ناري 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 ما يمكنش تخيلوا عرفتي عصابه. حيد هذيك الصندالة ولبس في رجلك. يلا يلا مشينا. جلسوا نتوما. سارة جيتي غزالي اختي مزيان لاباس عليك بخير حشمتي. يا اختي ملي كتكون ماشي على شي الكاميرا ما كتكونيش شي حشمانة، كتكون شي حشمانة. قولي شي كلمة للمتابعين ديالك. كتعرفش انت لعبة وديروا مريض 100 ألف لايك.
هاي هاي. صافي درنا الصوره الجماعيه تجمعنا فيها كاملين اسامه ساره يسرى كلشي فات الصوره الجماعيه ديك واش غادا تمشي زعما دابا حيت انا غادا غنمشي ومن بعد نمشي لكندا دابا بقات لي 3 ايام باش نجي لي لايك لي كومونتير زوينين ودخلوا تابوناو عند اسامه بطبيعه الحال انا ديما ديما كنخلي لهم لتحت هذيك خلونا على الشيء نخلي لكم لاباج ديال هذا القناه ديالو لتحت دخلوا تابوناو عنده كاملين راه كيعلمكم الجيتار كيعلمكم بيكالا شنو اخر المهم قاعدك كامل اللي كاين لي ماسك طيب الفن حتى كنعرفنا رمضان باقي صغير ايوا مبروك عيدكم كاملين ندخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي وباش ما تمنيتوهم ما هذا هو الفيديو ديال العيد ما عرفاش بقاش يسالم ومن يكون يسالم نقول لكم سلام دابا باقي خليني كنصور ما عرفاش بقاش نكس انا نقول لكم سلام باي 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 هذا هشام اجي ميشيل هذا هشام لا اسكم هما سماوه ميشيل ولكن انا جاني وجه ديال هشام هشام وهشام سلم على الناس سلم عرفت شحال راكبين معايا في الطوموبيل دابا هادي شي جوج وانا خصني نوصل لهم امك شي ساكنه قريبه وساره ساكنه يسرى ساكنه قريبه وكان خصني نحط هادو نحط هادو نحط هادو ولكن راه كنمشي على 20 حدا الدار ماشي شي حاجه غير البرد وصافي لا البرد وصافي العيال صغار جالسين اللور وحدايا كاينه يسرى واللور كاينه ساره وشيماء المهم ساره وشيماء غابرين حيت طالعين فوق منهم العيال صغار المهم حنا غاديين بلا ما تبقاو تقولوا لي جالسين هذا راه حنا كاملين مغاربه كاملين اللي كيكونوا غاديين شي بلاصه راه كيتكركبوا كاملين في الطوموبيل احنا باش نوصلوا حيت شيماء عندها ثلاثه الوليدات وفهد ووالد ما خصهمش يبقاو هنايا ايوا وساره يسرى عندها وليد واصلا يسرى جالسه القدام وجالسه معاها فهد في يدها حيت هي هنايا فارس فارس كاين شي بحال الجمعه والضحك والنشاط واش تسكتوا ولا ما تسكتوشي كان طريقي باين انا اللي ضيعته يا ندمتي انا على قاع اللي درته ريسكت بحياتي واللي نبغيهم وتبعت انا رايي وداني عليهم تشوقت لبويا وامي بوسيديهم انا ولا حسرة انا ولا حسرة كان طريقي باين انا اللي ضيعته يا ندمتي انا على قاع اللي درته ريسكت بحياتي واللي نبغيهم تبعت انا رايي وداني عليهم تشوقت لبويا وامي بوسيديهم انا وعلى حسرة انا وعلى حسرة انا اللي انفتني ليام انا المغبون لي في قلبي قلت لبحر هموم شوكي كنت انا وكي وليت براح بعزي واليوم تليت لو كان ليام ترجع بيا كون عضيت انا عليها عمري انا عليها عمري يا حالي حال الطير تقصلوا الجنان فارق سماه وطار يا حالي كي الغريب مغرب على الفراح محال في يوم يفاح كان طريقي بيان انا اللي ضيعته كان ندمتي انا على قاع اللي درته ريسكت بحياتي واللي نبغيهم تبعت انا رايي بداني عليهم
جو وقت البويا يومي بوسيديهم انا ولا حسره انا ولا حسره دودان. المهم هذه هي يسرى كت هذه اللي قلت لديك المره شيتي مهم هذه يسرى. الى اللقاء يسرى. الى اللقاء. ما نشوفوش انا وياك. لا فريتا يا الله تسلم تهلا فراس سلم لحسن. مرحبا سلام تهلا في ولدي ولدي هذا راه رضعته سافلنا بنتي رضعتها صافي تهلا فراس وعالدار فين بغيتي انت باش نجي قريبه لبابا نمشي اوكي هاي ما فهمتو حتى شي حاجه حيت هذا الفيديو هذا مهم فيه غير داكشي كنجمع فيه. المهم انا ملي سلمت على ساره اليسرى البارح الصباح صافي المهم كانت الاجواء شويه خايبه في الدار سقطوا ان فنات سافر وداكشي وماما بقات مسكينه كتبكي اسامه والد كلشي خلينا الدار مرونه صافي دابا وشدينا الطريق البارح وصلنا البارح في الليل كازا فنا مشات شافت جداتها وتاني وجدها او ماماتها وداكشي وجينا للدار بتنا في الدار ودابا غادا نخرج نمشي كنتقدى داكشي نحاول نصور لكم فيديو جاي اللي غتشوفوا فيه شنو كان شريت شنو الحاجات اللي نديهم معايا الكندا دابا اللي غنقول لكم في هذا الفيديو هذا النهايه ديالو هي هذه تهلاو في راسكم تلاقاو في الفيديو الجاي ديال التحضيرات الاخرى ديال جميع الحوايج وداكشي وتوحشت عشيل بزاف ولكن في نفس الوقت ما نسخاش بساره نزين مألمة ما نسخش بسارة ما نسخ بتا واحد ماما ما نسخ بتا شي واحد سورتو عاتو اللي مبرزتني دابا هو انني فينا شايفاها فرحانة بالجماعة وداك الشيء وكنقول انها غتبقى بوحديتها غنبقاو زعما انا وياها ماشي بوحديتها مي غير هاد الجمعة وداك الشيء هي اللي غتكون ناقصة ولكن الحمد لله انها شافت كل شيء تعرفت على كل شيء دابا غنمشيو عاوتاني نبداو رحلة جديدة في كندا اون اتوندون ان نسالي قرايتي ونرجع بحالي حيت ميمكنش نبقى في كندا ماشي ميمكنش نبقى في كندا مي صعيبة شوية كندا في الحياة. المهم احنا غادي نشوفوا انتم غادي معايا في الرحله ديالي تنشوفوا فينا تخرج هذه الحياه اوكي يلا تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي وباي باي سميه للمتابعين باي 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 تسناو فيديو جاي عندكم راه فيه التحضيرات وداكشي وفيديو اللي من موراه فيه بعدا راه خصني نوجد شحال من حاجه خصني نوجد ورقه ديال مغادره التراب الوطني خصني ندير تيست خصني المهم هادشي هذا كله نتوما تشوفوا معايا باش تعرفوا كيفاش ممكن انك تخرج من المغرب الا كانت عندك علاش تخرج من السياحه داكشي ما كاينش اوكي يلا نتلاقاو في فيديو جاي تهلاو لي فراسكم اي لاف يو سو ماتش وباي باي.